السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا توفيق رمضان. إحنا أجلنا الفيديو شوية عشان نسيبكو كام يوم في الأول كده، وبعد كده إن شاء الله هيكون في ديلي فيديوز. هنبدأ أول فيديو بـ اللامينيت فينيرز. اللامينيت فينير preparation is very important topic وشرحته قبل كده في كذا لايف، بس أنا حبيت أقدمه لكم بشكل مختلف. اللامينيت فينير preparation according to types of tooth preparation بنقسمه إلى 3 types according to incisor reduction. يعني الانسايزل ايدج بتاعت الفينيز هنقسمها الى 3 انواع بناء على انا هتعامل معاها ازاي في الريدكشن بتاع اللامينيتس. تايبس اوف فينير بريبريشن هتكون 3 تايبس. اول تايب اسمه فيذر او ويندو. فيذر او ويندو معناه ان انا هعمل بريبريشن بتاعي بتاع اللامينيت فينيز فيشيال بس، مش هقرب ابدا للانسايزل ايدج، وبالتالي هيكون الريدكشن بتاع كله على الفيشيال سيرفيس without reducing the incisal edge. تاني type من preparation اسمه butt joint، وده most commonly to be used، وهيتطلب منك incisal reduction او انك تعمل facial and incisal reduction، وده تاني نوع من انواع veneer preparation. تالت نوع من انواع veneer preparation هو اسمه overlap او wraparound preparation، وده معناه انه انا هقطع facial و incisal و palatal finish line، وده اللي احنا هنتعرف عليه during البرزنتيشن. هنعرف ليه احنا بنعمل تايب 1 او تايب 2 او تايب 3. زي ما انت شايف في الصوره اللي قدامك، ان تايب 1 معناه ان انا ببريبير فيشال سيرفيس بس، تايب 2 ببريبير فيشال وانسايزل، وتايب 3 ببريبير فيشال وانسايزل اند باليتال. زي ما انت شايف برضو في البيكتشر اللي قدامك، فيذر ايدج او يعني طرف الريشه على ايدك الشمال، وفي النص البوت جوينت، وطبعا تايب 3 او راب راوند اللي هرسم فيه باليتال فينش لاين. جست تو نو ان احنا واحنا بنبريبير الفينيز تو رولز يو هاف تو كيپ ان مايند عشان تبقى عارف احنا ليه بنعمل بريبريشنز بالمنظر ده. انت عايز 100% من الفينير بتاعتك المارجن يكون ريستنج اون انامل، which is the rule، ده لازم تنفذه، ان يكون المارجن بتاع الفينيرة كله ريستنج اون انامل، وبالتالي انا عايز الفينش لاين بتاعي سواء سيرفايكال سواء بروكسيمال او ايفن انسايسل يكون بيسند على انامل. فانت لو عملت تايب 1 بريبريشن فانت تقدر تسند على انامل، تايب 2 بريبريشن فانت ستيل ريستنج اون انامل. لو لقيت ان الانسايسل ايدج بتاعتك مش جايب فيها انامل، لايك انه البيشنت مثلا حاطط كومبوزيت ديورينج انسايسل ايدج فراكتشر او شيبينج، فانت مضطر انك تعمل تايب 3، وتايب 3 ده له ما له وعليه ما عليه. يبقى انا الرول بتاعي بيقول ان انا لازم ارست اون انامل از مارجن، وينفع من 30-40% من الريستنج سيرفيس ما يكونش انامل لايك كومبوزيت او دنتين ان كيس اوف مال الاينمنت او ان السنه تكون ملفوفه شويه. لازم طول ما انت بتعمل بريبريشن تكيب ذيس تو رولز ان يور مايند. فخلينا نتكلم عن how to handle the incisal edge. الـ incisal edge بيتهاندل بتو methods، إما أنا بانفولف الـ incisal edge في الـ preparation، إما without involvement للـ incisal edge. Type 1 I will not involve the incisal edge اللي هو الـ feather edge، معناه أن أنا همسك الـ stones بتاعتي وهعمل reduction و that's it، يعني according to the thickness هنتكلم عنه، لكن مش هقطع الـ incisal edge. Type 2 هprepare facial وقطع. Type 3 عندها مشكلة هتلاقوا مكتوب على السلايد that it has restricted path of insertion. Type 1 and type 2 ملوش path of insertion، يقدر الفينير يخش بأي اتجاه، لأنه أنت بتبريبير فيشل وبتبريبير انسايزل، فأنت تقدر تدخل الفينيرة بحرية. لكن type 3 as long as إنك you prepared facial surface and you prepared palatal surface، فأنت مفيش قدامك غير إنك تدخل الفينيرة في اتجاه واحد زي الكراون بالظبط، يكون عندك path of insertion. لكن type 1 and type 2 you allowed انك تسيب undercut، you allowed ان انت تعمل cervical undercut من غير ما تكون خايف من seating بتاع الفينير. وبالتالي type 3 هيكون عنده advantages like ان هو زود surface area for bonding، but still عنده main disadvantage وهي انه عنده path of insertion، ودي حاجة رخمة جدا جدا جدا. فاحنا بنضطر ان احنا نعمل تايب 3 and I have to go for type 3 in case of اني عندي incisal chipping او
عندي دنتين like البيشنت جاي لي اصلا بدنتين. خلينا نتكلم عن الفيذر ايدج او ويندو بريبريشن، نخش في الموضوع على طول. فيشل ريدكشن without any incisal involvement. طيب تايب 1 ده عنده شويه مشاكل بقى، اولها during laughing والعين بتاعك بيضحك انت هتقدر تلاحظ trilaminar incisal edge، هتلاحظ ان incisal edge دي فيها veneer وسيمنت وسنه which is مش حاجه aesthetic خالص. and during biting والعين بيعض هيعض على junction ما بين السيراميك والسنه ودي the weakest point في الريستريشن كلها، دي اضعف حته فيها، فانه يحصل لها شيبنج يعني probability اعلى شويه، فيعني مش الطف حاجه. كمان لو عندك discolored enamel عند الانسايزال ايدج مش تعرف تنلاقي ماسكينج as long as انت ما قطعتش انسايزال ايدج، فدايما هتكون متهم انك مش قادر تفتح الانسايزال ايدج بتاع البيشنت in case of discolored teeth. كمان انا شايف انه من المين disadvantage بتاعتها and you cannot make aesthetic lengthening، يعني لو السنة قصيرة مش هينفع تطولها بtype 1 preparation as long as انك ما قطعتش incisal edge، فانت ما تقدرش تطول الفينيرية وتسيب السنة وراها فاضية، فانت مش بتعرف تطول الاسنان لو انت عامل type 1 او window preparation. والمين disadvantage بتاعتها that it does not have vertical stub، you will depend on the finish line only for the vertical stub، فدايما وانت بتسات الفينيرة ممكن تتزحلق منك في السلكس، ممكن تيجي يمين شمال تتحرك، على عكس type 2 preparation اللي بيكون في عندك vertical stop you're resting on the incisal edge، مفيش قدامك غير انك تسيتها بالطريقة المظبوطة بتاعتها. لكن as long as انك حاطط قشرة على facial surface بس ممكن يديك تتزحلق، نتيجة انه بنكون حاطين سيمنت كتير بتكون الدنيا مليانة resin سيمنت فممكن تشفت منك، مش الطف حاجة، على عكس طبعا type 2. فتايب 1 يس وي كان دو ات بس مش احسن حاجه. الثيكنس بتاع البريبريشن انتيريلي بيكون او فيشيلي بيكون 0.3 ملم سيرفايكل، والثيكنس ده احنا محددينه بناء على الثيكنس بتاع الانامل الافيلبل فور ذا انتيريورز، مش عايزين نزود الثيكنس عن كده عشان دايما يبقى عندي انامل. اند ان ذا ميدل 1/3 وي ويل بريبير 0.5 ملم، نص ملي في الميدل 1/3 عشان ادي سبيس لللاب انه يرسم تكتشرينج احلى. عند 0.8 في الانسايزل 1/3 التلت الانسايزل 0.8 عشان ادي سبيس اكتر، وعشان انا اوريدي عندي انامل اكتر في الانسايزل 1/3 فاقدر ان انا ابريبير فيه من غير ما اخاف او ان انا اقلق انه انا اكسبوز دنتين وبالتالي اثر دراماتيكلي على السيمنتيشن بتاع اللامينيت فينير بتاعتي. بالنسبه لتايب 2 فينير بريبريشن اي ويل ميك ذا سيم فور تايب 1، اي ويل بريبير 0.3 اند 0.5 اند انسايزل انفولفمنت اي ويل بريبير 1 ملم من الانسايزل ايدج عشان اضمن ان عندي 1 ملم من الانامل اقدر اسيمنت فيهم الفينير بتاعتي وبالتالي اضمن اللونجافيتي بتاعت الفينير بتاعتي. تايب 2 او بات جوينت بريبريشن معناها قطع عرضي، كلمه بات جوينت معناه جوينت عرضي او قطع عرضي، يعني مش بعمل بيفلنج للانسايزل ايدج لايك ذا بورسلين جاكت كراون، بنقطع عرضيا. او الادفانتج ان ما عندوش تراي لامينر انسايزل ايدج، الانسايزل ايدج بتاعته مش هتكون ثلاث طبقات ولا حاجه، هتكون عباره عن فينيره بس لاني هقطع الانسايزل ايدج وبالتالي هيكون مغطي لي فيشال انسايزل بس. تاني حاجه هوموجينس انسايزل ايدج شيب، اي كان تشينج ذا شيد اوف ذا انسايزل ايدج براحتي لان انا اوريدي قطعتها، فان كيس اوف عندي ديسكالر تيس عايز اعلي اللون بتاعهم اخليه افضل قطعت الانسايزل ايدج، فمفيش اي مشكله انك تقدر تغير الانسايزل ايدج كالر بتاعك فريلي خالص. البيشنت ويل بايت اون ذا سيراميك انلايك تايب 1 اللي كنا بنخليه بايت على جانكشن، ده الديس ادفانتج دي مش موجوده في تايب 2 لانه الانسايزر ايدج كلها عباره عن سيراميك طبعا. ات كان ماسك الديسكالريشن، اقدر ماسك الديسكالريشن، اقدر افتح لون اغمق لون اطول انسايزر ايدج لان انا قاطعها فانا بتحرك في الانسايزر ايدج براحتي خالص. وطبعا ذا موست امبورتنت ادفانتج بالنسبه لي هي وجود الفيرتيكال ستوب الانسايزل ايدج اللي هتقعد لي الفينيره في مطرحها لانها ريستنج اون ذا انسايزل ايدج، فما فيش قدامك اي فرصه للخطا غير انك تقعدها في مكانها، فبالتالي تضمن السيتنج بتاعك which is more important
in the veneers. احنا بنتكلم في مايكرونز وربع ملي ونص ملي, فما فيش فرصة ابدا للخطأ. فانت دايما محتاج vertical stop سواء type 2 او even type 3. الادفانتج دي مش موجودة في type 1, so during seating you will find the vertical stop هتساعدك وindicated في طبعا short teeth incisor gingival. اقدر اطول الاسنان براحتي لاني already قاطع الانسايزر edge. بيكون ده شكل preparation. بيكون عندك cervical finishing line all around and two proximal line, and we will cut the incisor edge. We will involve the incisor edge in the preparation. زي ما اتفقنا اسمها butt joint, او you can just call it type 2 veneer preparation. تقدر تقول عليها type 2. واتكلمنا في thicknesses من 0.3 up to 0.5. And don't forget to make roundation to the lipo incisor line angle. بعد ما بنعمل الفاشل ريدكشن and the incisor reduction, you will have sharp incisor lipo line angle. And this line angle is a factor of the veneer fracture. In case of انك ما عملتش للزاوية دي roundation, you can have your veneer fractured as this sharp angle will work as stress concentration area. هتبقى stress concentration بعد كده تكسر لك الفينير. فأرجوك بعد ما تخلص الفينير preparation يبقى اعمل roundation to this point. كده type 2 شرحناه. type 2 is the most common to be used. It's the most commonly to be used, هو أكتر نوع من الفينير preparation بنستعمل. type 3 اسمه overlap أو wrap around. أسهل انك تقول عليه type 3. هنزود على type 1 وهنزود على type 2, هنعمل type 3, هنعمل facial and incisal, and we will go for palatal. وقلت لك ان ده احنا بنضطر ليه اضطرارا لان انا يعني مش لاقي عندي incisal E نعمله, بالتالي انا مش قادر apply rule number 1 اللي بيقول ان انا I have to rest on sound enamel. فانا ما عنديش enamel incisal, فمضطر search for enamel palatal غصب عني ومجبرا اخاك لا بطل. وزي ما انت شايف في الصورة بيكون عندك finish line all around and the incisal edge will be cut, and then you are seeking for the palatal finish line. موقع الفينش لاين بيكون فين؟ بيكون بعيد عن السنتريك كونتاكت باي 1 ملم. فان كيس اوف ان العين بتاعك عنده incisal edge composite او ما عندوش enamel في incisal edge, and then you will put articulating paper on the incisal edge of the lowers, and the patient will start biting. And after this stabbing, بعد التخبيط اللي عمله البيشنت, شوف البيشنت بتاعك علم فين وانزل ورا الفينش لاين. الحته اللي هو علم عليها دي الفينش لاين بتاعك هيكون تحت المكان ده بملي, لانك مش عايزه انه يعض عند الجنكشن دي. طب لو البيشنت اوريدي بيعض بعيد عنك, يعني المفروض الديفولت انك بعد الانسايزال ايدج ريدكشن بتاعك لقيت كومبوزيت هتوقف لستون تيبرد وذ راوند عشان ترسم تشامفر فينش لاين بالاتال ملي على البالات ملي. ده الستاندرد, ده العادي, ده المفروض. يبقى انا بقطع ملي انسايزل, بقف ملي بالاتال وبرسم مكان الفينش لاين زي ما انت شايف قدامك على السكرين ملي بالاتال. طب انا حطيت الارتكليتنج بيبر ولقيت العيان بيعض عند الملي ده, هو ده مكان العضه بتاعته, يبقى انا هزود مور بالاتال ريدكشن, يعني انزل سيرفايكال اكتر يعني من البالت وارسم الفينش لاين عشان البيشنت ما يعضليش على سيراميك. واحنا عارفين العض على جنكشن بيكسر الفينيره. المين ديس ادفانتج بتاعه تايب 3 فينير بريبريشن ذات ات هاز باث اوف انسرشن. مشكلته ان عنده باث اوف انسرشن, بيضيع مني المين ادفانتج اوف فينير بريبريشن اللي هي سهله ولطيفه ومش بخاف من الاندر كاتس. بتضيع منك لو انت بتعمل تايب 3. يو هاف تو ريموف ذا اندر كات ايفن اف يو ويل اد مور بريبريشن. في بعض الحالات انت ممكن تزود البريبريشن علشان بس تشيل اندر كات, وبالتالي احنا مش بنحب تايب 3 لانه بيضطرني ان انا ابريبير اكتر وبفقد المين ادفانتج اوف فينير بريبريشن اوف بينج كونسرفاتيف. يبقى تايب 3 الفينش لاين هيكون عندك بالاتال مش انسايزل. السنتريك كونتاكت شود بي اواي فروم ذا مارجن اوف ذا سيراميك, ده مكان الفينش لاين اللي اتفقنا عليه. هخلي عيني عض وابعد عن المكان اللي هو عض بيه ملي, فالمفروض انا بنزل ملي بالاتال از ستاندرد. لو عض هنزل كمان ملي, لو لقيته بيعض فوق بعيد عني اصلا من الاول اتس اوكي خلاص ارسم الفينش لاين بتاعك مفيش ادنى مشكله ما تخافش من حاجه.
وطبعا بيزود السيرفس اريا في البوندنج ما كلمناش يعني اوكي وبيزود السيرفس اريا وبيزود لك البوندنج بتاعك بس ذات بيج ديل انه الميلي الباليتال هو اللي يجيب لك الريتنشن كله والجمال عنده دروب باكس اكتر يعني الراب راوند بيجايد السيتنج طبعا زي تايب 2 لانك عندك انسايز الايدج مصطبه هيقف عندها الفينير مش هعرف ينزل تاني سيرفايكل على عكس تايب 1 اللي ممكن تتزحلق منك انسايد ذا سالكس دونت ديبند اون ذا فينيش لاين الصغنن الامور ده انه يوقف لك الفينيره مش هيعمل كده نوع الفينيش لاين اللي احنا بنسمه اسمه تشامفر تشامفر فينيش لاين ده بيتعمل بتايبر ديسونود راوند اند يوزوالي سايز 12 اور 13 بيكون الثيكنس بتاع 0.3 ملم سيرفايكل which is رفيع يعني ما ينفع ما تستناش وانت بتبريبير انك تشوف فينيش لاين قد كده بس just keep in mind ان الكراون preparation اللي انت بتعمله بيكون 1.2 ملم in case of ceramic metal فانت بتتكلم عن ربع الثيكنس بتاع الفينيش لاين بتاع ceramic metal ربعه فيعني انت يا دوب بتشوفه الفينير ثيكنس and the finish line you can put a finish line of the veneer at equigingival, subgingival or supragingival. تقدر تحطه supragingival which is more conservative and more biologic away from the gingiva but in case of low lip line لو العين عنده low lip line مش بيبين ابدا الجينجيفا يعني هو بيضحك في الماكسيمم سمايل في دي سمايل مش بيبين السيرفايكل ممكن تعمل supragingival finish line عادي وما يكونش لون الاسنان مضايقك يعني ما فيش discoloration is an indication for the veneer لا هو لون سنانه عاجبه بس عنده diastema عنده مال alignment عنده shortness كده يعني اقدر اعمل ايكو جينجيفال طبعا تقدر تعمل ايكو جينجيفال with no problem لانه زمان كان ايكو جينجيفال finish line وحش لانه كان بيجمع plaque and calculus in case of ceramic metal but in case of glazed porcelain and the glazed emax بيولوجيك ماتيريالز ما فيش قلق منهم انهم يعملوا لك كيرز يو كان ورك ايكو جينجيفال فينيش لاين وذ نو بروبلم اند ذا بيست اثيتيكالي شور اند ذا ليست بيولوجيكالي سب جينجيفال يعني هو اسواهم بيولوجيكالي بس هو احسنهم اثيتيكالي طبعا السب جينجيفال فينيش لاين بليسمنت ذا موست اثيتيك هتريتراكت الجينجيفا بتاعتك سواء ب ايا كان سايز الكورد تعمل دبل كوردنج تكنيك هنتكلم عن الامبريشن والامبريشن تيكينج والريتراكشن في فيديوز تانية وتاخد الامبريشن بتاعك نو بروبلم فانت تقدر تشتغل سوبر جينجيفال ايكو جينجيفال سب جينجيفال مفيش ادنى مشكله خالص تعمل اي نوع منهم ده منظر تيبر ديسونود راوند اند يوجوالي يوز سايز 13 علشان ده الطف انه يديك 0.3 ملم سيرفايكل فينيش لاين طيب احنا اتكلمنا كده عن الفينير بريبريشن فيشل يعني انا بحضرهم ازاي من الفيشل سيرفيس سو وات اباوت ذا بروكسيمال مش هم ليهم سيرفايكال لاين بيهم تو بروكسيمالز لاين بقى فيهم بروكسيمال ميزل وديستال احنا عاده مش بنفتح الكونتاكت يعني المفروض انه المكان اللي انت بتقف فيه اكاديميكالي هو بعد اللاين انجل وقبل الكونتاكت يعني احنا بنعدي الميزل اند ديستال لاين انجلز ونقف قبل الكونتاكت سو we are not always opening the contact unless it's indicated طيب ليه احنا بنفتح الكونتاكت اصلا في الكراون اند بريدج لازم تبقى عارف احنا ليه بنفتح الكونتاكت احنا في الكراون اند بريدج بنفتح الكونتاكت عشان اللاب يعمل سوينج او يعمل لك داي عشان هو محتاج انه يعمل داي فعشان يجي لك كاست ود ريموفبل داي ويقدر يفابريكيت عليه الواكس باترن ويعمل له انفستنج وكاستنج ويحوله لك من واكس لمعدن كان مضطر انه يعمل دايز عشان يظبط الانتر بروكسيمال ويفابريكيت عليه الواكس باترن فانت اولويز عايز دايز في السيراميك ميتال عشان هو بيرسم شمع ويقطع وبعدين يعمل له انفستنج وكاستنج اللي هو الطريقه الصب او الكاستنج القديمه يعني فهو محتاج ان انت تفصل له الكونتاكت او تفتحها عشان لما يحط منشار ما يضطرش انه يبريبير السنه اللي انت بتعمل لها ريدكشن ورسم لها فينيش لاين او النيبرينج كونتاكت ويضيع الكونتاكت او الكونتور بتاع النيبرينج تيس لكن في الفينير وي دو نوت جو باليتال احنا بنبريبير فيشيال بس احنا وي ار وركينج اون ذا فيشيال part official half of the tooth فانا كان نوت جو تو ذا باليتال سيرفيس فانا مش محتاج ان انا افنش البروكسيمال كله فانا مش محتاج افتح الكونتاكت لان اللاب مش هيعمل داي اللاب مش هيعمل داي حتى لو هتشتغل بالبرس تكنيك نوت كاد كام
فهو ستيل مش محتاج يعمل داي لانهم هيشتغل كده كده كاد كام. وبدل ما يجي يخرط يعني يعمل سكاننج للكاست يعني يعمل سكاننج للامبريشن اللي انت خدته وبعدين يحوله كاست يعمل له سكان وبعدين يشتغل على واكس ويعمل ميلينج لواكس وبعدين يعملوا انفستنج وكاستنج. فهو ستيل في كل سيتويشنز مش هيعمل داي مش هيفتح كونتاكت. So you do not have to open the contact unless it's indicated like the diastema or proximal case. في حالة الدياستما في شوية considerations بنعملهم. هما two considerations الحقيقة ودول بيتعملوا في الدياستما والproximal case على أساس إنه لو جات لك سنة تعمل لها كيرز سواء كلاس 3 مثلا وحطيت كومبوزيت فانت يو هاف تو جو بيوند ذيس كومبوزيت. يعني احنا اتفقنا احنا هنغطي الكومبوزيت بس المارجن بتاعي بيكون اولويز ريستنج وان انامل فانت حرام بتضطر تفتح الكونتاكت عشان انت عايز توقف المارجن ورا مش على كومبوزيت. انا ما ينفعش احط المارجن على الكومبوزيت. ينفع الكومبوزيت يكون انكلودد في الكافرج بتاعتي اه في النص واتفقنا قلنا من 30-40% لكن ما ينفعش اوقف الفينش لاين بتاعي على كومبوزيت. وبالتالي لو عندي كلاس 3 مثلا فانت مضطر انك تحشيها كومبوزيت وترجع الفينش لاين بتاعك يغطيها وبالتالي انت بنقول عليك فتحت الكونتاكت. طب in case of diastema we do not have anything called contact it's a diastema يعني ده already في فراغ ما بين السنتين فمفيش حاجة اسمها contact اصلا. طب ايه يا دكتور الكونسيدريشن اللي احنا بناخده في الدياستما؟ ببساطة بدل ما الفينش لاين كان بعد اللاين انجل وقبل الكونتاكت you can go up to 2 millimeter or you can take تلتين الproximal surface او في preparation اسمه long grab you can go for the palatal surface يعني تبريبير الproximal كله لحد ما توصل البالت وترست على حتة الانامل الارود اللي عندك دي المنقطة. طب احنا ليه بنعمل الحركة دي؟ علشان كذا حاجة. اول حاجة علشان احنا هنفترض انه مثلا اللاب بتاعك انت عامله الفينش لاين الباليتال ده بدري لقدام شوية فهو مضطر يقفل لك الكونتاكت دي الدياستما بفينيرة فاز لونج از انك مطلع الفينش لاين لقدام فاللاب هيقفل الدياستما ويرجع مطرح الفينش لاين بتاعك على طول اللي انت مش مدخله بروكسيمال وبالتالي هنا هيكون الفينير ثيكنس فيري ثين بتبان جريش ان ديسكالريشن بيبان لونها جريش وشفافه ورخمه جدا. تاني حاجه ان البيشنت ويل جاست فيل ان ابروبت تشينج ان ذا باليتال امبريجر. عارفين الامبريجر اللي هي المثلثات اللي بتطلع بعد الكونتاكت في فيشل امبريجر لينجوال امبريجر انسايزر امبريجر سيرفايكال امبريجر. الجزء اللي انتم شايفينه في الصوره اللي قدامكم دي انها في حاجه اسمها palatal impressure اللي هو المثلث اللي داخل ما بين الدياستما دي ده اسمه palatal impressure. لما الفينش لاين البروكسيمال ده يطلع لقدام كده بيكون في abrupt change في palatal impressure يعني العين بيحس سنته ماشيه كده كده وعين طلعت لوح ازاز كده وقفل الكونتاكت من البالت. ها هم فيشيالي ممكن يكونوا مقبولين لكن لما يحط لسانه كده في سقف حلقه هيحس ان في حاجه غلط وده تاني disadvantage. تالت ادفانتج لي ان انا ارجع الفينش لاين ورا انه بيزود الثيكنس بتاع الفينيره في الجزء الانتر بروكسيمال الدياستما وبالتالي بيزود الثيكنس بتاعها عشان رجعت الفينش لاين ورا وبالتالي ما تكونش ترانسلوسنت بالشكل اللي ضايقني وفي نفس الوقت بيعمل هوموجينس تشينج ان ذا باليتال امبريجر بيخلي شكل الامبريجر مظبوط مش عامل ابروبت تشينج مش فجاه قفلت الازازه اللي ما بين السنتين وبالتالي اول كونسيدريشن هعمله في الدياستما انه كل ما الدياستما بتاعتي تزيد اكتر كل ما انا مضطر اني ارجع مور باليتال وما تخافش انت مش تفتح الكونتاكت لان مفيش حاجه اسمها كونتاكت اصلا في الدياستما. تاني كونسيدريشن الحقيقه المفروض ناخده فيه الدياستما هو ان انا اجو سب جينجيفالي with my finish line as long as ان اول ما السنتين يبعدوا عن بعض 2.4 millimeter you will have an drop on the interdental papilla you will not find interdental papilla هتلاقي حصل لها كولابس ووقعت فانا مبقاش عندي interdental papilla. لما العيان بتاعك يجي يحط veneers لو انت ما نزلتش الفينش لاين interproximal هتلاقي ظهر لك حاجه اسمها black triangle او المثلثات السوداء دي بتبان نتيجه انك مش نازل بالفينش لاين بتاعك سب جينجيفال از ماتش از بوسيبل فاللاب يعني نقطه الانطلاق بتاعته بدات فوق شويه فبيبين لك بلاك تراينجلز
ما بين الأسنان في مكان السيرفايكال امبريجر اللي هو كان في الأول أصلاً مكان الانتردنتال بابيلا بعد ما حصل لها كولابس. فأنت عشان تساعد اللاب إنه يقفل السبيس ده وما يظهر لك شي بلاك تريانجلز، لو سمحت انزل سب جينجيفالي بالفينش لاين سبيشالي انتر بروكسيمال ان كيسز اوف دايستما. يبقى انت عندك تو كونسيدريشنز تعمله، هترجع بالفينش لاين ورا وهتنزل بالفينش لاين سب جينجيفال في الانتر بروكسيمال اريا في حالات الدايستما. في حاجه اسمها موك اب جايدد توث بريبريشن. بما اننا بنتكلم عن فينيرز والمين ادفانتج بتاعت الفينير هي بين كونسرفاتيف، والا اوعى تعتقد انت كدكتور اسنان او توعد العيان بتاعك ان الفينيرز شكلها احلى من الكراونز. ابدا ابدا ما حصلش. الفينيرز بتطلع نفس الاثاتيك ريزلت بتاعه الكراون، بالعكس لو واحد فيهم يقدر يغير شكل او لون اكتر فهو الكراون. بس احنا ليه مش بنحب الكراون دلوقتي؟ عشان احنا كونسرفاتيف، احنا مش عايزين ناكل من الناتشرال توث ستراكشر، احنا عايزين نسيب سنان العيان سليمه، احنا بنقبل الريترايفابيليتي ان نسيب سنانه كويس، لكن احنا مش بن الفينير شكلها مش احلى. طب ايه الادفانتج بقى بتاعت الفينير؟ ان انا كونسرفاتيف مش باكل من السنه كتير. فاخترعوا لنا حاجه اسمها ديبث كات ستون، قالوا لنا بما ان ثيكنس الفينير اللي انتوا عايزينها 0.3 و 0.5 و 0.8 فاحنا عاملين لكم ديبث كات ستونز، ستونز كده رفيعه ب 3 ويلز انتوا بتدخلوها جوه السنه بتضمنوا انها كانت 0.3 اكوردنج تو ذا ثيكنس اوف ذا ديبث كاتر. في منه ثلاث احجام 0.3 and 0.5 and 0.8، تقدر ما تستخدموش يعني مجرد انك تزود الريدكشن عن 0.5 and that's the 0.8. الديبث كاتس دول بيضمنوا ان انت عامل الثيكنس المينيمال ثيكنس بتاع الفينير بريبريشن. هل هستخدمهم بانجليشن واحده؟ لا طبعا، لان السن نفسها مش بانجليشن واحده، السن نفسها في عندها سيرفايكل وميدل وانسايزر انجليشن. و طبعا انا بعمل ديبث كاتس ب 3 ديفرنت انجلز بزوايا مختلفه، فانا واقف في السيرفايكال بقف بارل تو ذا سيرفايكال، وانا واقف في الميدل بقف بارل تو ذا ميدل وذ 0.5، وانا واقف في الانسايزر 1/3 بقف 0.8. اند ذن هتكون وظيفتك انك بعد ما عملت الديبث كاتس، هي فكرته في ايه؟ انه في حته ناعمه، يعني الديبث كاتر ستون ده في حته ناعمه، فالناعم ده لما يدخل يلمس الناعم بتاع السنه مش بيقدر يدخل اكتر من كده. فاحنا بنحط الستون اند شارب كلين كات، بنقطع بالعرض كده قطعه واحده، ندين نحط اللي بعده ونقطع شارب كلين كات قطعه واحده، وبعدين نقطع اللي بعده شارب كلين كات قطعه واحده، وبعدين بالتيبر الستون وذ راوند اند اللي اتفقنا عليه قبل كده اللي هو تيبرد اس 13. هبدا اشيل، في ناس بتعلم بقلم الرصاص في الديبث كاتس دي، وبعدين يبدا يشيل التو ستراكشر ايلاندز. انت كده ضمنت انه على الاقل انا عندي الثيكنس بتاع الفينير بتاعتي، انا ضامن ان انا الفينير بتاعتي مش هتتكسر. ليه يا دكتور؟ لانك عملت المينيمال ثيكنس بريبريشن، انت ضامن ان انت عامل الريدكشن بتاعك. طيب الطريقه دي لقوا فيها مشكله، ايه هي؟ انه انا ببريبر كل الثيكنس بتاعي انسايد ذا توث ستراكشر، يعني جوه السنه. اللي هو انا ممكن ابريبر بره السنه؟ الاجابه اه، لان في بعض الحالات مثلا زي الشورت انسايزو جينجيفال تيس، هل انت مثلا السنه انت محتاج تطولها عن الطول اللي في بق المريض، هل انت مضطر انك تبريبر؟ انا اصلا هي السنه قصيره وانا يا دكتور عايز اعمل لها فينير عشان اطولها، هل انت مضطر انك تقصرها؟ الاجابه لا طبعا. سنه ريترو كلايند، سنه راجعه لورا، وانا عايز اعمل فينيره اعدلها لقدام، هل انا مضطر في السيتويشنز دي لايك ريتروكلايند مثلا ان انا ابريبير اكتر اكرييت سبيس؟ انا ما اعرفش، ممكن بعض الحالات تكون محتاجه بريبريشن قليل، او بعض الحالات تكون محتاجه البريبريشن كله، وبعض الحالات مش محتاجه بريبريشن اصلا. طب انا ايه اللي هيعرفني الموضوع ده؟ اعمل حاجه اسمها موك اب. كلمه موك اب بيعملوها في هندسه، يعني تصور فراغي للشكل النهائي للتركيبه، زي الميك اب كده. ميك اب معناه اختلاق، يعني حد بيعمل حاجه مش حقيقيه، كلنا عارفين بس مش هنروح نقول. كذلك الموك اب، الموك اب بنعمل حاجه مش حقيقيه. فكرتها في ايه؟ ان انا باخد امبريشن برايمري واوديه للاب، وبعدين اللاب يرسم لي على الاسنان اللي انا عملتها دي التصور المتوقع لشكل التركيبات بعد ما احطها.
شكل التركيبات بعد ما احطها. طبعا كلها بتكون only additive correction، يعني الكوركشن المطلوب منه الإضافة، يعني مش سنة طالعة لبره هرجعها في الموكب، لا هي حاجة إضافة بس. كمان ما حدش يتوقع انه بما انها إضافة فدايما هتيجي تخينة، دايما هتيجي over contoured، لا احنا بنزود بس الحتت اللي ناقص، يعني سنة قصيرة طولها، دايستم اقفلها، سنة retroclined ازودها، ما بنزودش عن كده. لكن ما بيجيلناش بيشنت سنانه سليمة اوديه تعمل له واكس اب يقوم عاملها لي اوفر كونتورد، ولا انت مش هتعجبك اصلا. فخليك لوجيكلي، فكر بطريقه لوجيك واعرف انه احنا الموكب مش اديتيف يعني ضب، لا اديتيف يعني بيزود الحتت اللي ناقصه اوريدي. فبما ان الثيكنس بتاعك اصلا صغير فانت عاده مش بيطلع ضب ولا حاجه. بعد ما بنعمل الواكس اب ده يوزنج واكس، او تقدر تجو ديجيتال زي ما هنعمل فيديوهات كتير ان شاء الله عن الديجيتال، وتعمل 3D موديل او 3D ديجيتال سمايل ديزاين، ويتعمل الديزاين ديجيتال ويطبع ب3D برينت، ويجي لك برضو نفس فكرة الواكس اب. يبقى الواكس اب بيتعمل مانيوال كاست وتحط عليه شمع، ال3D برينت بيتعمل ديجيتال وبرضو يطبع الاثنين نفس الشكل في النهاية، سواء كونفنشنال او ديجيتال. زي البيشنت ده مثلا اللي انت شايفه في الصوره، هل انت كدكتور متلخبط الراجل ده عايزين نطول سنانه ولا نقصرها؟ اكيد عايزين نطولها، اكيد عايزين نقفل الدايستما، وبالتالي هل الراجل ده المفروض ان انا ابريبير سنانه 0.3 0.5 واشيل 1 مليمتر من الانسايزل؟ يا راجل احنا عايزين نطول الانسايزلز بتوعه، هل ده المفروض ان انا بعمل باد جوينت اقطع؟ طب انا ايه اللي يضمن لي انه مش عايز الملي كاملا، وايه اللي يضمن لي انه عايز نص ملي بس، وايه اللي يضمن لي لو ما قطعتش الانسايزل ايدج خالص هبقى وفرت السبيس فور ذا ريستوراتيف ماتيريال اني تايم، ان كان فيتا مارك 2 بلوكس في الديسباثيك، سيرك بلوكس بي سي، تراي لوكس فورت، اي بي اس امبرس، جي سي انيشال ال ار اف، اي ماكس، فيتا سوبرينيتي، سيلترا دو، ان كان، او ايفن بتعمل هايبريد، يعني يو كان جو فور لافا التيميت، يو كان جو فور فيتا ايناميك، يو كان جو فور سيرا سمارت، يو كان جو فور بارادايم، يو كان جو فور اي نوع من انواع فوكو بلوكس، جرانديو بلوكس، كولتين، ايا كان نوع البلوكس اللي انت بتعملها، دول كلهم ينفعوا فينيرز. انت تقدر توفر السبيس ده، هل انت ضامن ان هو موجود ولا مش ضامن؟ ما اعرفش. Then you have to use mockup، يعني الأسهل لك انك تستعمل موكب. يعني عملناه ازاي ده؟ بناخد primary impression using alginate ونبعت لللاب نقول لو سمحت ارسم السنان دي لو زودت عليها شمع، لو زودت واكس على الكاست، and then you can transfer this wax up اللي هيجي لك على الكاست inside the patient mouse using temporary crown material inside putty index. زي ما هنشوف في الكيس بنحط temporary crown material جوه body index احنا واخدينه على الواكس اب ونحطه في بق المريض، ويكون ده الشكل النهائي المتوقع للتركيبات المتوقع. معمول بايه يا دكتور؟ معمول بتمبري كراون ماتيريال، ايا كان نوع التمبري كراون ماتيريال اللي انت بتحبها، بس انا اقدر اوعد العين اقول له انا هطلع شكلك كده ان كيس اوف ان عملت لك فينيز. عشان كده احنا بنسميه موتيفيشن الموكب، ده موكب للتشجيع، بنشجع المريض انه يعمل فينيز، انا بوري له الشكل النهائي قبل ما المسه اصلا، وبالتالي ده اسمه موكب. هل الموكب ده بيستعمل بس اوري العيان شكله بعد الريدكشن هيبقى عامل ازاي او بعد الفينيز؟ لا، الحقيقه ان انا بعمل عليه ريدكشن فببقى مور كونسرفاتيف زي ما هوريكم قدام. از كلينيكال تابس صغنونه، لما بنيجي نرسم البروكسيمال فينيش لاين اللي هو الفينيش لاين الجانبي ده، طبعا احنا في السيرفايكال 1/3 احنا بن بريبير بارلل تو ذا لونج اكسس لايك الكراون عادي جدا، وفي الميدل والانسايزل انا بميل ايديا اكوردنج تو ذا كونتور اوف ذا توث، وببريبير كل جزء بالانجليشن بتاعه زي ما انتم شفتوا في الصوره. ففي السيرفايكال ابقى واقف كده، في الميدل ابقى واقف كده، في الانسايزل ابقى واقف كده، تو بروفايد سبيس فور ذا لاب تكنيشن، عشان اوفر له سبيس للفينيره انها يبان شكلها حلو، الا لو انت وفرت في الثكنس تطلع الفينيره تخين ومش حلو. لما تيجي تبريبير البروكسيمال لاين ده، المفروض انك بتعدي اللاين انجل وتقف قبل الكونتاكت زي ما كلنا متفقين. في حاجه اسمها دوج ليج بريبريشن او الاديتيف كونتور بريبريشن زي ما شفتوا في السلايد، ودي معناها ان انا بحذف الستون بتاعتي جوه مور سيرفايكال انتر بروكسيمالي عشان الفينيره تيجي تغطي الجزء ده، ودي حاجه الحقيقه بتساعد اللاب اكتر
في انه يقفل البلاك تريانجلز اللي هي بتظهر ما بين السنتين ان كيس اوف دايستما. فالمفروض ان حضرتك بعد ما تبريبر الفينش لاين البروكسيمال تطلع السن بتاعك لبره وتقدر تدخل بيه زي ما انت شايف، مش لازم دايما واقف عدل كده دكتور محترم فظيع، لا عادي ممكن تميل ايديك لجوه، ما تخافش محدش هيقولك انت عملتها ازاي، عادي مش مهم، المهم انك تدخل البريبريشن بتاعك لجوه علشان الفينيرة تيجي لفه في الجزء الانتر بروكسيمال وبالتالي تقدر تقفل بلاك تراينجل. اتس فيري امبورتنت كلينيكال تيب، دي لازم تعملها في حالات الدايستما علشان تعرف ما تظهرش بلاك تراينجلز. سو اسمها دوج ليج يعني رجل الكلب، اوكي عايز تسميها اداتيف كونتور اللي انت عايزه، المهم انك توقف الستون باي انجيوليشن انت شايفها، حتى لو عايز توقفه بارل تو ذا لونج اكسس وبعدين تبدا تعوج ايديك بحيث انك تدخل الجزء ده مور بالاتال ان مور بالاتال دايركشن علشان الفينيرا تيجي مخبيه جوه. في حاجه اسمها ريفرس بريبريشن تكنيك، انا بحاول الم لكم كل الاسماء الغريبه في الفينير بريبريشن عشان تكون اكسنتويتد بيها، والحاجات اللي دي لسه فيها تفاصيل كتير جدا احاول اعمل لكم بيها فيديوز ان شاء الله. الريفرس بريبريشن تكنيك لو تفتكروا زمان كنا في الكراون بريدج في السكشن كانوا الاولاد بيعملوا ايه، بيعملوا ريدكشن، بيرسموا فينيش لاين الاول، الفينيش لاين ده بيرتاح هو نفسيا كده انا رسمت الفينيش لاين بتاعي، وبعد كده يقوم شايل الجزء اللي فوقيه لان اصلا السنه ربنا بيخلقها اندر كات دايما ضيقه سيرفايكال واسعه اوكلوزل فدايما فيها اندر كات، فالولاد كانوا بيرسموا سيرفايكال فينيش لاين وبعد كده يجوا يشيلوا اللي فوقيه فيبقى عمل فينيش لاين. الحقيقه ان الفكره دي احنا بننفذها في الفينير بريبريشن وبنعمل حاجه اسمها ريفرس بريبريشن تكنيك. ليه اسمها ريفرس؟ علشان هي بتبدا بما وجب ان ينتهي به الريدكشن. يعني ايه الكلام ده؟ يعني المفروض ان نهايه الريدكشن بتاعك هي تكون الفينيش لاين، الفينيش لاين ده اخر حاجه بتظهر في اي بريبريشن. انت بتشيل الماكسيم كونفكستي وبتعمل الريدكشن بتاعك وبتشيل اندر كاتس البروكسيمال وفي الاخر خالص بيبان الفينش لاين. علشان كده احنا في البريبريشن كراون اند بريدج لما بنبريبير نستعجل على الفينش لاين بنعمل اندر كاتس. طب احنا بقى يعني ايه ريفرس بريبريشن؟ يعني انا هبدا بالفينش لاين، هبدا بما وجب ان انتهي به، هبدا بالفينش لاين هوبا رسمته ارتحت نفسيا خلاص، حط بقى الديبث كاتس بتاعتك والتيبرد والراوند وارسم عادي خلاص. دي حاجه بروفن واكاديميكالي توكينج فما فيش مشكله، ابدا ارسم الفينش لاين بتاعك بس خلي بالك انك تستعمل راوند 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 ستون، وخلي بالك انا ما تدخلش بيه كله عشان لو دخلت بيه كله هتعمل انامل ليب او تعمل شفاه من الاندر مايند انامل which will fracture eventually في نهايه القصه. فارجوك ارجوك لو هتعمل ريفرس بريبريشن تكنيك دخل الراوند ستون نصها بس، يعني بتسهل على نفسك بتحدد لنفسك بتساعد نفسك لكن ما تدخلش بالستون كله عشان ما تضرش البريبريشن بتاعتك. Let's discuss some cases عشان تبقوا عارفين فكره الموكا بريبريشن وازاي هو سهل وبيسهل البريبريشن بتاعك. بيجي لك بيشنت بالمنظر ده ما انتش قادر تعرف هل لو انا قفلت السبيسز دي يطلع السنان عريضه تطلع حلوه، ما اعرفش تطلع من ازاي. فباين قوي من الضحكه بتاعتها انها محتاجه جنجفاكتومي، يعني عندها جنجفال ديسبلاي اكتر من 2 مليمتر، فاي نيد فور ذيس بيشنت جنجفاكتومي، وكمان في سنه طالعه بره اللاترال، معرفش دي هتدخل كراون ولا اندو ولا فينيز، معرفش ومعرفش الشكل المتوقع النهائي ليها ايه. And this is a retracted view برضو نفس الكلام، فانا واضح ان انا محتاج اعمل جنجفاكتومي عشان الموضوع مش لطيف. This is the lateral view of the smiling patient and this is the other lateral view right of the patient. I started with making gingivectomy. I removed 2.5 millimeter of the gingiva of this doctor, this patient with the doctor. فاحنا شلنا 2 millimeter من الجنجيفا وباين في الصورة انه انا عندي الجزء المحروق من الليزر كات. And after 2 weeks احنا كملنا الشغل بتاعنا after oral hygiene measures كويسة علشان اقدر اكمل veneer preparation بتاعتي. خدت impression ببساطة خالص وبعته لللاب عمل لي حاجة اسمها wax up، اللي انتوا شايفينه ده عبارة عن wax محطوط على cast، wax محطوط على cast. هل هو لطع شمع؟ لا. هل هو غرق الدنيا شمع؟ لا. هو الحاجة اللي داخله لجوه زودها، السنة القصيرة in comparison with اللي جنبها عملناها، سنة retrocline شوية زودناها، لكن هل في سنة كانت عدلة وبعدين احنا قمنا مضطرين احنا نزقها لبرة؟ الاجابة طبعا لا، لانه هيبوظ الشكل والا ما كانش عجبني كده.
طب انا هنقل الشكل ده ازاي جوه بق المريض؟ هنقله باتي اندكس زي ما انت شايف كده. هاخد باتي اندكس سواء باتي ولايت كوندنسيشن سيليكون وانا بفضله او اديشن سيليكون لاني مش باخد فاينل امبريشن يعني، فالكوندنسيشن بيكون اقوى شويه فهو الطف الحقيقه في ان انا انقل بيه واكس اب. بعد ما خدت الباتي اندكس بالمنظر ده عملت له فيستونينج يعني قصيت الجينجيفا بلانسيت بمستوى السنين كده على اللثه، وبعدين حطيت جواه تمبري كراون ماتيريال وقعدته جوه بق المريضه فطلع بالمنظر ده. ده بيمثل ايه؟ ده بيمثل الشكل النهائي المتوقع للتركيبات. طبعا مش لون وطبعا مش تكتشرنج، ده متوقع شكلا. وبالتالي انا اكتشفت ان اللاب ده هيطلع لي ريستوريشنز تخينه شويه، هيطلع تركيبات طويله وعريضه. ولو لاحظتوا هتلاقوا ان اللاين انجلز فعلا بتاعت الاسنان دي عريضه قوي، فكان مطلوب مني انه الم اللاين انجلز دي شويه، الم ايد المعمل او اقول له لو سمحت ضيق لي اللاين انجلز بدل ما انت موقف السنتر العريض قوي، لم اللاين انجل اللي قدام، اللاترالز عراض قوي على نفس الويدث ده، بس انا اقدر اطلع شكل احلى من كده، وده ما يسمى بالاوبتيكال اليوجن. فما كان مني سوى ان انا خدت امبريشن تاني بعته اللاب تاني عمل لي واكس اب، ولو تلاحظوا عمل another wax up with smaller dimensions، عمل dimensions اقل، لم ايده قوي في اللاين انجل، وبالتالي الاسنان بانت more cute than the first situation. فهتلاقوا ان الاسنان بقت الطف شويه، اللاين انجلز ملمومه مور acceptable. ده منظر الموكب نقلناه ازاي. خدنا باتي اندكس للواكس اب الازرق وحطينا جوه تمبري كراون ماتيريال وحطيته في بق المريضه طلع بالمنظر ده. And then this is ده موكب after the finishing، بعد ما فنشنا الموكب ده شكل تقدر تمشي المريض بيه. انت بقى في المرحلة دي تقدر تقول له روح علشان يفاليويت البرونونسيشن النطق بتاعه، يفاليويت الاثاتكس، يفاليويت كل حاجة. طيب الاسئلة اللي بتسأل حوالين الموكب، هل ده لازم يطلع ضب؟ الاجابة لا، لانه لو زيادة هيطلع ضب انا مش هقبله من الاول. هل الموكب ده بيقع؟ الاجابه برضو لا، لانه هو مليان اندر كاتس، فده على اسنان مش ملموسه، مش معمولها ريدكشن، يعني ده بيتحط قبل الريدكشن، قبل الريدكشن، قبل ما المس العيان، ده بييفاليويت الفاينل شيب، عاجبك عاجبك، مش عاجبك نروح نعمل اورثو مثلا. يعني حتى لو هتعمل كومبوزيت فينير فانت يو هاف تو ايفاليويت يوزنج واكس اب اند موكب، لو هتعمل كراونز يو هاف تو ايفاليويت يوزنج واكس اب اند موكب، لان انت مش ضامن انه بعد ما اركب التركيبات دي او في الدليفري يعرضوا قد ايه، يطولوا، ما انتش ضامن. فانت محتاج تيفاليويت. طب طلع مش حلو، طلعت الاسنان عريضه قوي يا دكتور، كبيره قوي يا دكتور، وجربت كذا واكس اب، يو كان ريفير ذا بيشنت فور اورثودونتيك تريتمنت، تقول له لا الدياستماس دي واسعه وانا لو قفلتها لك بريستوريشنز ايا كانت كومبوزيت كراون ايا كان هتعمل مشاكل، فارجوك نعمل اورثو. البيشنت كانت مبسوطه بشكل الموكب. Then I started reduction through this موكب، عن طريق الموكب ده، I used this موكب as a guidance. فحطيت الموكب في بقها، وبعدين استخدمت الدبث كات ستون طبعا 0.3 مليمتر سيرفايكل اند 0.5 مليمتر ميدل اند 0.8 انسايزر. في ناس بتحب تشخبط بقلم رصاص، مش شرط تشخبط خالص. اند ذن اي كومبليتد ماي بريبريشن، خلصت البريبريشن بتاعي. اول ما الموكب ده بينتهي بنكسر باقي الموكب، بنكسره كله، بنشيلوه ببروب، كسر باقي الموكب، وبيقع منك اصلا ملوش اي قيمه سوى انك تستخدمه as a reference، لكن احنا كده كده بناخد مقاس السنان. And then I took my impression using double retraction cord. لو لاحظتوا هتلاقوا ان كميه الريدكشن اللي معموله مش في كل الاسنان زي بعض، مش كلهم نفس الثيكنس، مش كلهم نفس السمك، ولكن هما من بره اقل preparation فيهم عنده المينيمال thickness of the veneer preparation. فانا بعد ما خلصت الموكب كسرته، عملت double retraction، خدت مقاسي. And then this is my cast، ده الكاست اللي طلع. طبعا الريتراكشن بيساعد اللاب انه يطلع المارجنز افضل، السموثنس اوف preparation بتاعك بيساعد المعمل انه يطلع الفينيرز احلى. And then I have another lab for the finishing. عملنا 3D print وفنشنا preparation الفينيرز عليهم. And this is the final veneers. ده كان الشكل النهائي للفينيرز بتاعتي from different views. So الموكب بتاعك بيساعدك انك تعمل اقل كمية reduction جوه السنة، مش لازم سمك الفينيرة كله يبقى جوه السنة.
لانه في فيديوز تانية هتكلمكم عنهم دكاترة البيج، هتعرفوا انه مش كل الفينيرز تكنس هاف تو بي ميد انسايد ذا توث كلها جوه السن، لا ممكن يبقى في جزء من الفينيرة جوه السن وجزء براها، عشان اكون مور كونسرفاتيف. دي الكيس اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده، ده شكل الموكب هوريه لكم في فيديو رايت ناو. زي ما انت شايف كده ده منظر الموكب انسايد ذا بيشنت ماوث. انا نفس الفكره خدت واكس اب ونقلته جوه بقه، وده بيكون شكل الموكب قبل الريدكشن. عاجب حضرتك عاجب حضرتك، مش عاجب حضرتك ممكن نعمل اورثو، ممكن نجرب تريتمنت موداليتيز ثانيه. وده شكل الريدكشن بتاع الموكب بعد ما احط الموكب في بقه واعمل ديبث كاتس. I'm going to make my reduction. زي ما انت شايف كده في الفيديو احنا بن prepare through our mockup، بنعمل depth cuts خلال الموكب بتاعنا، عشان ده الشكل اللي انا ارتضيته لنفسي، ده الشكل اللطيف. فانا عايز prepare ورا الشكل ده، مش عايز prepare جوه السن، عايز ابقى more conservative to my tooth. بعد ما نخلص depth cuts بنعمل tapered with round، وبعدين انا بشيل الديبث كاتس بتاعتي دي على 3 انجيوليشنز، بكسر الموكب كله، كسره كله، بعد كده اعمل فينيشنج تو يور بريبريشن. حته مش باين فيها فينيش لاين بينها، البروكسيمال لاين عايز ترجعه لورا اتس اوكي. طبعا مفيش فينيش لاين بترسم على موكب لانه ملوش اي قيمه، احنا كده كده الموكب ده بنوقعه، فما ترسمش فينيش لاين. وي جاست وونت فروم ذيس موكب تو نو هاو تو ريديوس انسايد ذا توث، بس ملوش اي قيمه ثانيه. بعدين بنخلص الريدكشن ناخد مقاسنا نوديه للاب ونكمل الشغل بتاعنا. And this is the final result of another doctor. ده طبعا دكتور تاني. دي حالة الفينير بتاعته، هو بدأ كده and we finished that up like that without يعني any preparation يذكر. لو انت خلصت الريدكشن بتاعك على فكرة through the mockup وما لمستش السنان، then you are indicated for prep-less veneers. حالة البريبليس فينيز اللي انتوا بتخافوا تعملوها دي بتبدأ بواكس اب وموكب وحطيته جوه بق المريض وخلصت الريدكشن ما لمستش العيان، كده انت تقدر تعمل بريبليس فينيز. بس انت من الاول داخل تبريبير عادي، لو لقيت نفسك ما لمستش السنان فانت كده تقدر تعمل بريبليس، تاخد مقاس تجيلك السنان تلزقها على طول خلاص. The last case short teeth، سنان قصيرة مش هقدر ابدأها من غير موكب وإلا هكون ديستراكتف، هدمر سنان العيانة أكتر. عملنا موكب حطيناه في بق المريضة وفنشناه لقيناه لطيف، عملنا البريبريشن ثرو ذا موكب جت الفينيز لزقناه. And this is the final result of the veneers، الشكل النهائي للتركيبات. دايما always keep your patient smiling، always keep your patient with good health. كده احنا نكون خلصنا الفيديو بتاعنا. try to follow us on Dr. Tawfiq Ramadan dental learning page and this is the QR codes for the Facebook and the Instagram. Wait for the next upcoming videos. اتبسطت جدا بالفيديو معاكم وان شاء الله انتظروا فيديوهات جاية تانية كتير، وكل عام وانتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.